السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف بزاف. سمحوا لي بزاف على هاد الغيبه هادي، عندي امتحانات ولكن راه كنصور لكم فيديوهات ان شاء الله. جوج فيديوهات كنصور فيهم دابا، غادي نحطهم لكم. ودابا قلت ضروري نحط لكم شي حاجه، ما يمكنش ما نحط لكم شي حاجه. دوزتي طرزات هاد الطرزه، قلت غادي نصورها ونبارطاجيها معكم، نتمنى انها تعجبكم. وبالنسبه للرسمه غنحطها لكم في صندوق الوصف ونبارطاجي معكم، تشوفوا الرسمه والالوان وداكشي وحتى الطريقه، نتمنى انها تعجبكم. كما كتشوفوا كتخدم هذوك الوريقات، راه وريتكم الطريقه ديالهم عندي ديجا في الفيديوهات، فيديو في القناه كيفاش الطريقه ديال الطرز الرباطي. كما كتشوفوا كتعمر النص ديال الورقه وعاد كدير النص المقابل صافي، وكتبقى يعني كطرز بالحرير. البنات اللي ما عارفينش، راه الحرير سميتو الصابره، يعني كاين اللي كيسميه صابره، كاين اللي كيسميه الحرير، وكيتبرم. راني دايره الطريقه ديال البريم عندي في القناه، راه سهل جدا. كيفما كتشوفوا كتعاود تعمر النصف الاخر ديال هذيك الوريق، سهله سهلين جدا. نتمنى ان هاد الشكيه اللي يعجبكم وحتى اللوينات، ويبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غادي نوريكم كيفاش الشكل ديالها النهائي. وكيف قلت لكم البنات، سمحوا لي بزاف على هاد الغيبه. انا دابا كنصور لكم في جوج فيديوهات ان شاء الله، راه غادي نحط لكم جلابه في الاخر ديال الفيديو، ديال واحد الجلابه يلاه رسمتها غادي نخدمها لكم ونصورها لكم ان شاء الله بمرحله بمرحله. وكنخدم حتى في واحد القفطان، ماشي قفطان يا ربي، جلابه في الجهه ديال الكتف بالطرز ومنبته ان شاء الله، حتى هي غادي راني كنصور فيها. المهم بقاو معايا باش تشوفوا ان شاء الله هاد الفيديوهات الجايين ان شاء الله. دابا غدا تعمر في دوك الوريدات وسط منهم بواحد الطريقه، كتجي واحد الشكل كيجي طالع، كيقولوا لي الطرز البرازيلي. كيف ما كتشوفوا بحال كدير كتحبك على البرا، فهمتوا يعني. ان شاء الله صبروا عليا، غادي غير نسالي هاد الامتحانات اللي عندي، وغادي ندير لكم فيديو خاص على هاد طريقه الطرز البرازيلي. غنوريكم فيديو يعني غير بشويه، وغادي تعرفوا لي تعرفوا خصوصا المبتدئات، غتعرفوا الطريقه ديالو راه سهل جدا. كيف ما كتشوفوا عاد كدا تخرج في البرا، من بعد ما كتحبك على البرا كتخرج هكا داك الحرير. هذا كي شويه كيبغي الخاطر، ولكن كيجي رائع في الطرز، كيجي زوين بزاف. يعني كتبقى تخرج في داك الخيط بشويه بشويه، وكتدور بحال كيف ما كتشوفوا، وكتخشي في الثوب. المهم نخليكم مع الفيديو، نتمنى انه يعجبكم. ما بغيتش ما نحط لكم حتى شي حاجه، ضروري قلت واخا نحط لكم شي حاجه غير نطلع عليكم تشوفوني. سمحوا لي بزاف، كيف قلت لكم راني الغالب والله امتحانات والدراري، ولكن راني كنوجد لكم دابا فيديوهات نحطهم لكم من الاولين ان شاء الله. صافي نخليكم مع الفيديو، نتمنى ان هاد الرسمه تعجبكم. وغادي نحطها لكم الا بغيتوا، غادي نحطها لكم
هذا هو الشكل ديالها النهائي، راه باقي ما مصلوحاش يعني، ملي غادي تصلح عاد غتبان اكثر، وباقي فيها شي لعيبات باقي ما كملتوش. المهم زربت عليها باش نصورها لكم تشوفوها وصافي، نتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للجلابه اللي قلت لكم هي هذه، انا لارج رسمتها ان شاء الله، كيف غادي نبدا خدامه فيها غنصورها لكم. صافي بقاو معايا ما تشوفين حتى الفيديوهات الجايين ان شاء الله.